بزاف المغاربه كيتكلموا على العلويين. يوم محمد الخامس امه يهوديه عندها بزاف الاسماء ديال الشوارع في تل ابيب. محمد الخامس من اصل يهودي والحسن الثاني باه الجلاوي ومحمد السادس باه هو هنا في باريس اللي كان يعني لو كارد كور ديال باه المراكشي. يعني ما عندناش شي اصل، يعني تيعطيونا دي بطاط وتيلبسوهم لباس مسلم لباس ديال امير المؤمنين باش يقهروا الشعب المغربي. هذه هي الثقافه اليهوديه، هذه هي الثقافه الصهيونيه. اما هاد الناس ما عندهم حتى شي علاقه لا بالمسلمين ولا بالعلويين ولا بالانبياء. يعني سو دي بطار. يعني كتشوفوا هذا البيزك ديال الحسن الثالث باه هو هذاك الكولونيل اللي قتلو في اسبانيا ودفنوه سوق السبت حدا بني ملال. هذاك هو باه الحقيقي، لان هذا الخائن هذا العميل هذا الصهيوني اللي كيسموه محمد السادس هذا البيدراس ما يقدرش يمشي ينعس مع امراه. سي ان بيدراس، وتتعرفوا اشنا هو بيدراس، ما يمكنلوش يمس المراه. بما تيشدوا هاد اليهود الصهاينه وهاد الاستعمار يعني اخبث الخبثاء ويحطوا هنا امير المؤمنين وحنا يعني نصليو عليه. ايوا هذا هو يعني الدور اللي لعبوه اليهود المغاربه ولعبته الاستعمار الفرنسي. هذه هي الدعايه، هذه هي لا بروباغوند. يعني يجيبوا لك كل تصعيبات ويحطوه لك وانت تقدسو. ولكن ماشي هو اللي كيحكم، وهذه قلناها من البدايه، اللي كيحكم هما اليهود المغاربه اللي من وراء اندريا زوري، اللي هما ما بين 6000 و 10000 يهودي، هما اللي دايرين السجون السريه، هما اللي كيقمعوا الشعب المغربي، هما اللي كيخشوا مناضلين، هما اللي كيقمعوا الاخوان ديالنا في المغرب، وهما اللي كيمخروا الخيرات ديال المغرب، وهما اللي وصلوا المغرب لهذه الدرجه ديال الانحطاط الخلقي. يعني من ناحيه الدعاره، من ناحيه الفساد، من ناحيه كل شيء، هما اللي وصلوا لهذه الدرجه.